بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد، جولة عن الأجهزة الكهربائية. هنشوف أجهزة المطبخ الكهربائية وجميع أنواع الخلاطات والعجانات والبوتاجازات وغسالات الفرن الأوتوماتيك والتلاجات. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، هنشوف كمان في الفيديو محاضرات طعام ومكوه بخار ومكانس جميع الاجهزه الكهربائيه. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. نبتدي كده الفيديو مع بعض. نشوف اسعار مكاوي البخار الملابس. بتبتدي من 56، في ب 56 69 تيفال، في نوع تاني برضو كيليكون ب 79، دي مكوة تيفال ب 89، في برضو نوع تاني من تيفال ب 159، نازلين كذا موديل. في بقى مكوة البخار كيليكون ب 149، دي مكوة بخار للملابس تيفال ب 489، اللي هي الأزرق في أبيض دي. نشوف برضو أسعار مكاوي البخار. كيون ب 174، عندهم انواع كتيره جدا من مكوه الملابس البخار. جيباس ب 149، في بقى مكوه بخار تيفال ب 489. نشوف اسعار مفارم اللحمه. دي مفرمه لحمه كيليكون ب 99، عليها عرض حلو قوي. في بقى الجيباس ب 159، محضره الطعام ام جوي ب 385، في فيليبس محضره طعام فيليبس ب 385 برضو. دي محضره طعام مولينكس، عليها عرض حلو قوي، عصارة وخلاط، محضرة طعام كاملة فيها 12 وظيفة. ادي شكلها ب 299. في بقى العصارة الفواكه جيباس ب 169، دي محضرة طعام فيليبس ب 189، محضرة طعام دايو ب 225، ده خلاط كهربائي مولينكس ب 189 معاه 2 مطحنة. في بقى الخلاط الكهربائي دايو 500 واط سعره 185، في خلاط كهربائي ام جوي ب 225، ده خلاط كهربائي كولين 145، خلاط كهربائي دايو 500 واط ب 159، خلاط كهربائي فيليبس ومعاه مطحنه ب 129، ده 350 واط. في بقى عصارة الفواكه، في مولينكس وفيليبس، في انواع كتيره جدا. في دايو ب 229، دي عصارة فواكه ب 229 400 واط، ماركتها اسمها بلاك اند ديكر. في بقى البوتاجاز السطحي ده بشعله واحده ب 99، ده بوتاجاز سطحي بشعلتين اسمه اي تي سي ب 149، ده بوتاجاز سطحي كيليكون 2 عين ب 179. في بقى بالسون ب 189 2 شعله، دي قلايه كهربائيه تيفال ب 459 اكس لارج، فيليبس ب 339. في بقى غلاية الشاي جيباس ب 45، غلاية الشاي كينوود ب 149، فيليبس ب 169 ريال سعودي. دي محضرة القهوة اريت ب 169، عجانة ب 399، دي 800 واط. في بقى العجانة ب 305 كيليكون،
عجانة دي مضرب بيض مع الوعاء بتاعه ATC 179، ده مضرب بيض جيباس مع الوعاء بتاعه ب99. في بقى العجانة كيلو كورن ب405، دي عجانة كيلو كورن ب339، عجانة مولينكس عليها عرض حلو قوي ب659، دي 900 واط. عجانة كينوود 859، 900 واط. في بقى المكانس الكهربائية، دي مكنسة جي باس 1100 واط ب149، مكنسة كهربائية كيليكون ب129 1200 واط. في كاندي 295. في بقى المكنسة الكهربائية كولين 1600 واط ب199 ريال سعودي. دي مكنسة كهربائية شارب ب649 2200 واط، دي مكنسة كهربائية 2200 واط كيليكون ب229. نشوف بقى أسعار الأفران الكهربائية، ده مايكروويف جي باس ب179، ده فرن كهربائي جي باس ب199، في بقى الفرن الكهربائي اي تي سي ب379. دي قلاية جي باس ب99، حل الضغط كهربائي قلاية تيفال ب329، كيليكون ب299، قلاية بدون زيت كيليكون 299. دي قلاية كهربائية اي تي سي ب299. في كمان جي باس وبالسون كذا نوع. دي قلاية دي لونجي ب899. في بقى قدرة الضغط الكهربائية من السيف ب385 ستانلس، دي مكنسة 1600 واط جي باس ب149. في بقى المكنسة جي باس ب129، دي غسالة هاف اوتوماتيك سعرها حلو جدا، ماركتها اسمها ويستنج هاوس ب709، دي 10 كيلو، 10 كيلو. منزلين على فكرة انواع من الغسالات الهاف اوتوماتيك عليها تخفيض حلو. نشوف بقى اسعار البوتاجازات، ده بوتاجاز 4 شعلة ب999 كومتل، ده شكل الفرن، على فكرة الفرن حلو يعني حجمه معقول. ده بوتاجاز ماركته اسمها جيبسون او جيبسون ب1205، ده 4 شعلة برضو. في بقى البوتاجاز ده 5 شعلة ب1035 جيبسون، دي غسالة فول اوتوماتيك كيليكون بتعبق من فوق ب1895، اللي جنبها دي ب1795، دي غسالة فول اوتوماتيك ب1129 كيليكون عليها عرض ب1175، دي 7 كيلو. دي غسالة أطفال ب495 هاف اوتوماتيك 7 كيلو. دي غسالة أطباق كاندي ب1865، في الغسالة فول اوتوماتيك بتعبق من الأمام ب2189 كاندي، دي 8 كيلو، اللي جنبيها 2079 كاندي برضو 9 كيلو. دي غسالة فول اوتوماتيك ويستنج هاوس بتعبق من الأمام 7 كيلو. في بقى الغسالة كيليكون
ب 1759. دي غسالة كيليكون بتعبق من فوق ب 1865. فين بتجاز ده؟ ده 4 شعلة ب 1205. ده بوتاجاز جيبسون ومعاه الفرن جيبسون. ده طقم تيفال سوبر كوك ب 224 ريال. ده 7 قطع. مبردة المية دي 3 صنابير او 3 حنفيات كيليكون ب 299. كان سعرها 499، سعرها حاليا 299. دي مبردة مية جيباس ب 599. ده دي فريزر جيباس ب 1349. ده شكله، نشوفه كده ايه. من جوه ده حجمه الداخلي اهو، يعني حجمه حلو برضو واسع. في بقى الديب فريزر ده جيباس ب 1149. نشوف بقى اسعار التلاجات. دي تلاجة جيباس ب 1149. دي 8 قدم. في بقى تلاجة جيباس ب 1449. دي 10 قدم. اسعار التلاجات. دي تلاجة ويستنج هاوس، شكلها شكل فريزر يعني. ده الباب التاني. دي ب 1799. دي 12 قدم. نشوف تلاجة هاس ب 1955. بكده خلصت جولتنا النهاردة. كانت جولة في بندا بمدينة الرياض على جميع الأجهزة الكهربائية. شفنا غسالات في الأوتوماتيك وتلاجات وخلاطات ومحضرات طعام ومكانس وأفران كهربائية، جميع أجهزة المطبخ الكهربائية. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبايب بتعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.